صادق رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الهيكلية الجديدة لميليشيا الحشد، وتتضمن الهيكلية تعزيز صلاحيات رئيس الهيئة وإلغاء منصب النائب الذي شغله أبو مهدي المهندس، وحصر تنقل القوات عند العمليات المشتركة، إضافة إلى إلغاء مكاتب الحشد كما جاء في الكتاب في عموم المحافظات، وإنهاء تواجد الحشد الشعبي في جنوب العراق كليا، وإنهاء مسميات الفصائل كافة. دعونا نتابع كتاب مصادقة رئيس الحكومة على الهيكلية الجديدة لميليشيات الحشد الشعبي. هذا أمر ديواني مرقم ب331، موقع من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وكذلك كتاب ثاني لفالح الفياض رئيس هيئة الحشد بتاريخ 18/9.